تؤكد ضمان استمرارها في دورها القيادي في قطاع التأمين وفي نهجها واستراتيجياتها المعلن عنها سابقاً واللي نتج عنها كفاءة تشغيلية عالية ونتائج مالية طيبة رأيناها في الفترة السابقة، بالإضافة إلى تسهيل تجربة المتعاملين وخدمة الجمهور، ونتج عنها أيضاً حصول ضمان على العديد من الجوائز الدولية لخدمات ضمان وجهودها خلال الجائحة وما بعد الجائحة. كما ستعمل ضمان في الفترة القادمة على تنويع المنتجات التي يتم تقديمها للجمهور، بالإضافة إلى المزيد من الاستثمارات في استخدام التكنولوجيا وأتمتة العمليات واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوت، وأيضاً جهودنا في الاستثمار في رأس المال البشري والتوطين، وهذه كلها من ضمن إنفاذ أجندة الحكومة للعمل على الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة والتأكد من التكلفة الأمثل للموارد المالية لبناء اقتصاد قوي مبني على المعرفة.